أسموه مباريات كأس العرب لفت نظري أن بعض الصالحين ينتصر لعروبته بشدة ونعم الانتصار للغة التي نزل بها القرآن لكن التغني بالعروبة فحسب قصور شرعي قصور شرعي فكان ينبغي على هؤلاء الصالحين فيما نحسب والله حسيبهم الذين يسنون على العروبة والعرب أن يوسعوا دائرة فهمهم ودائرة المحبة في الله فنحن لا نعتز بالعروبة لأننا عرب إنما نعتز باللغة التي نزل بها القرآن وكتاب ربنا وإلا فالعروبة لا تنفع أصحابها ولا يعنينا كثيرا أمر العروبة كعروبة إنما يعنينا كثيرا أمر ديننا انتبه يا عبد الرحمن فإن ناسا من الطيبين فيما نحسبهم خرجوا يشعرون في العرب والعروبة وإلى آخره ونحن نقول بما قال الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم و في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسن لشواهده ولا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى فعلى هؤلاء دعاة العروبه الا يفرقوا بين المسلمين لان هذه الدعوه دعوه القوميه العربيه هي في الحقيقه تفريق وفصل للعرب عن اهل الاسلام فعندنا المسلم الاندونيسي خير من الكافر العربي. المسلم الاسترالي خير من الكافر العربي. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدعكم من هذه القوميات البائدة ووسعوا آفاقكم وسعوا آفاقكم يا أهل الإسلام وسعوا آفاقكم المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وإنما المؤمنون إخوة فتشدق بالعروبة أنا بس تكلمت هذا الكلام أن بعض من يظن بهم الصلاح في التعليقات على المباريات أرى عرضا هكذا اللي أعرف كيف يفكر لا أرى مباريات ولا تعنيني ولا تساوي بعرا من وجهة نظري يعني إنما أنظر كيف يفكر الناس فوجدت بعض الطيبين المشار إليهم والذين لهم شعبية في الوسط الكروي والتشجيع والإذاعات يتغنون بالعروبة بنحوها فأقول إن هذه الدعوة دعوة للتفريق نعم إن كانت في ظاهرها جمع لكلمة العرب العربي المصري مع العربي الليبي مع مع إلى آخره لكن تفريق وفصل للعرب عن سائر المسلمين وأقول في هذا المقام إن أئمتنا أئمة الحديث البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أصحاب الكتب الستة لم يكونوا عرب البخاري من بخارى مسلم من نيسابور أبو داود من سجستان النسائي من نسأة الترمذي من ترمز ابن ماجة من قزوين فهذا الذي يحدث من دندنة بالعربية وبالقومية العربية وكان ثم دندنة بالقومية التركية هنالك كل هذا لفصل المسلمين عن بعضهم إنما نحن كمسلمين نوقن تمام اليقين نوقن نوقن تمام اليقين ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ابو لهب عربي وسلمان فارسي وسلمان يعدل ملء الارض من ابي لهب واكثر. ابو لهب عم رسول الله عربي قرشي هاشمي قرشي ولكن ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وعندنا سلمان فارسي بلال حبشي صهيب رومي بلال حبشي سلمان فارسي صهيب رومي وهؤلاء خير من ملء الارض من ابي لهب الذي قال الله في شأنه تبت يد ابي لهب وتب أقلوا يا اهل الاسلام فان دعوه العروبه هي فصل في الحقيقه ومن اول من اثارها اهل الكفر فصل للعرب عن سائر اهل الاسلام فصل للعرب عن سائر الاسلام والدعوات التي تنادي بذلك بلاد العرب اوطاني من الشام لبغداد ومن نجد بلاد الاسلام اوطاني بلاد الاسلام هي اوطاني حيثما وجدنا خيرا فحللنا فيه ونزلنا به انتبهوا اهل الاسلام ليس الكافر العربي بخير أبدا من المسلم الباكستاني بل المسلم الباكستاني أفضل وأفضل وأفضل ولا مقارنة بينه وبين الكافر العربي أهل الإسلام أفيق إن بعض إخواننا طيبون فيما نحسبهم لكنهم جهل بالشريعة صح لهم شعبية في الوسط العربي و و لكن جهل بالشريعة